زيارتنا اليوم وبمعية الشيخ عمر الياس عضو مجلس محافظة نينوى إلى ناحية بعشيقة، والمحطة الأولى كانت لمجلس ناحية بعشيقة، حيث لنظرا للجهود التي بذلها مجلس الناحية في عمليات أثناء عمليات تحريرنا من تقديم خدمات أساسية وبالتنسيق العالي مع الحكومة المحلية والمنظمات الدولية، استطاعت أن تعيد الحياة إلى ناحية بعشيقة بعد أن عاد بنسبة 80% من النازحين إلى هذه الناحية. وقدمنا باسم رئاسة المجلس كتب شكر وتقدير للرئيس وأعضاء مجلس الناحية. المحطة الثانية كانت افتتاح مصرف الرشيد لتقديم الخدمات المصرفية لناحية بعشيقة بحضور أيضا رئيس وأعضاء مجلس الناحية وكذلك مدير ناحية بعشيقة والمدير الفرعي لمصرف الرشيد ومدير أيضا وجهاء المنطقة في لافتتاح هذا المصرف. المحطة الثالثة كانت ل مكتب التعويضات لجنة التعويضات المتضررين لناحية بعشيقة واللقاء بمدير المكتب والموظفين العاملين، حيث شكرنا على الجهد المتواصل لهم، لكن هناك بعض المعوقات أو بعض المشاكل فيما يتعلق خاصة في الأراضي التي لا يوجد لها فيها سند ملكية أو العقارات وخاصة في القرى. كذلك سوف يكون لنا زيارة إلى لجنة التعويضات المركزية في لجنة التعويضات الفرعية في محافظة نينوى واللقاء بالسيد قاضي مظفر رئيس اللجنة لحل هذه المشكلة، حيث هناك مشكلة كبيرة تواجه المواطنين في ناحية بعشيقة، وأكثر المواطنين وخاصة في القرى لا يوجد لديهم سند عقار أو صورة قيد، وهذه العقارات أيضا يوجد بسبب التزخم السكاني في هذه المناطق تم البناء عليها بشكل عشوائي، لذلك يجب أن يشملوا لأن أيضا هؤلاء مواطنون ويستحقون التعويض. باسمي وباسم مجلس ناحية بعشيقة نقدم شكرنا وتقديرنا إلى السادة أعضاء مجلس المحافظة الذين يمثلون ناحية بعشيقة على جهودهم وعلى تواصلهم مع الدوائر الخدمية الموجودة في ناحية بعشيقة. كان لنا ملاحظات حول دائرة التعويضات الموجودة في بعشيقة، وقدمنا هذه التحديات والصعوبات إلى الأستاذ غزوان الداودي، فتعهد أمامنا أنه في الأسبوع القادم سيقوم بحل هذه المعضلة، ألا وهي عدم وجود سندات وتثبيت ملكية لخاصة المناطق في القرى وكذلك المتجاوزين ضمن ناحية بعشيقة. لذلك مرة ثانية نقدم شكرنا وتقديرنا لهم. نشكر زيارة ممثل الشبك في مجلس محافظة الأستاذ غزوان الداودي، واطلاع على مشاكل الموجودة في المكتب اللي يخص طبعا المكتب ويخص المواطنين. أهم المعوقات الآثاث والشغلات اللي يخص المكتب، وثانية عندنا آثاث يخص الشغلات يخص المواطنين من تيد الملكية، وأكو بعض المعوقات الأخرى إن شاء الله يتعالج.